مشاهدي قناة شوف تي في، تحية صباحية من مدينة الجديدة، بالضبط يعني إقليم الجديدة، بالضبط من دوار أولاد علال جماعة سيدي عابد، حيث كيتواجد هاد السيد اللي عنده طفلة صغيرة في العمر ديالها سنة ونصف، كانت طاحت من الدروج وفقدت السمع والقدرة على الكلام، وحتى هو مريض بالقلب والحالة ديالو ضعيفة، وبنته خاصة عملية جراحية لزراعة القوقعة، عملية يعني مكلفة، المبلغ ديالها كيفوق 11 مليون سنتيم، ما قدرش باش يدير هاد العملية. غادي نحاولوا نشوفوا نستمعوا ليه كيتكلم يعني على البنت ديالو من البداية إلى النهاية، شنو القصة ديال هاد البنية ديالو اللي في العمر ديالها سنة ونصف. شكرا الأخ ديالي. البنية ديالي كان طاحت ليا من الدروج وبقيت نعاني معاها في السبيطار، من بعد مشى اكتشفت مشى السمع والكلام، ما بقاش تهضر. مشيت عند الدكتور مرتدى فيصل الله يذكره بخير، تولي التعاون معايا كنشكرو. من بعد عطاني لي ريم والراديو سكانير، ملي مشيت للدار البيضاء درتهم، جيت عندو قال لي خاصك دير واحد لاباري ديال الودنين، درتها ما خدمتش. ملي رجعت عندو قال لي البنيه كتحتاج القوقعه، قوقعة عالية غالية شوية 11 مليون. قلت لي راه ما عنديش، قال لي نتعاون معاك ماهيش مشكل، غير خاصك حتى تتعاون معايا وانا ما عنديش، كنطلب من المحسنين شوف فيا وفي البنية، البنية باقا صغيرة عندها عام ونص، طلب من الله سبحانه وتعالى. لي البنية ما كتسمعش وما كتكلمش؟ لا ما تتسمعش، ما تتكلمش. تكلمتي معاه ما كتسمعش نهائيا؟ لا ما تسمع ما تتكلم، يعني ما عندهاش النطق، ما عندهاش داك. بعض الاطباء يعني اللي كتمشي عندهم في جديده ولا في الدار البيضاء ولا فين؟ لا في جديده، دكتور مرتدى فيصل. يعني كلهم في جديده؟ كلهم في جديده، غير الراديو اللي ريم اللي درته في كازا. وبعتني هي مكلفه يعني غاليه هادشي. لي ريم وراديو درته ب 80,000. دابا المشكل عندك هو في العملية الثمن ديالها مكلف جدا، يعني 11 مليون سنتيم. 11 مليون سنتيم غير القوقعة، مازال المصاريف ديال الكلينيك و القوقعة بحدها. القوقعة بحدها إلى المصاريف اللي كترافق هاد القوقعة، مصاريف العملية. الطبيب توا قال لي نتعاون معاك بخدمة يدي، ولكن تعرف دو المصاريف كلينيك. يعني هو واخا يتعاون معاك يعني بالخدمة ديال يدو، القوقعة بحدها خاصك 11 مليون. 11 مليون هذه كت لا برا، ما عندوش هو القوقعة، كتشرى على برا 11 مليون. كتشريها وتجيبها ليه، هو كيدير لك غير العملية باش يزرع. غير العملية باش يزرع. تلقيتي صعوبة دابا باش تاخذ هاد؟ ما لقيتش، أنا مشيت بغيت نهز القرعة، قالوا لي خاصك أو شي أوراق ملكية ولا شي أوراق اللي كيدلو، ما بغيت والو ما لقيتش، غالب الله موجود الله. وحتى مريض، حتى عندك القلب؟ انا مريض، عندي العصب في القلب. كتبع الدواء؟ كنتبع الدواء ديال العصب. فكما كنشوفوا يعني هادو هما الاوراق ديال الدكتور اللي شخص ليه العمليه اللي خاصه يدير البنت ديالو، ولكن هو لا حول ولا قوه له الا بالله، يعني ما عندوش امكانيات. 11 مليون مكلفه بالنسبه ليه، لانه كيسكن في دوار بجماعة سيدي عابد، وكنعرفوا يعني هاد المناطق هشة، يعني ما كاينش شي عمل قار اللي يمكن ليه يقوم بهاد العملية اللي خاص البنت ديالو. يعني آخر نداء حتى شنو توجهوا آخر الجمعيات أطباء؟ آخر نداء كنوجهوا للجمعية، المحسنين، الأطباء، باش يتعاونوا معاك في العملية البنت ديالك. بغيت البنية ديالي حتى هي ما تضيعش في الحياة ديالها، حتى هي بغيتها دير العملية، خاصة وأنها بنية في مقتبل العمر، بنية اللي عندها يعني سنة ونصف، يلاه غتدير الحياة ديالها، ولكن كنعرفوا القيمة ديال السمع والقيمة يعني ديال الكلام. هاد البنية يعني منذ بدايتها غتبغي تدخل المدرسة، ملي غتوصل سبعة ديال السنوات غتلقى مشاكل كثيرة، لأنها ما كتنطقش، وايضا حتى السمع ديالها ما كتسمعش، وهنا في كتجلى الصعوبه ديال هاد البنيه اللي غتبدا الحياه ديالها. البنيه ديال البنيه انا ما كنطلب من الله سبحانه وتعالى، الله يفرج عليها تكون حتى هي مزيانه باش تقرا وباش تكون في الحياه زوينه، والله الله يجعل المحسنين يشوف فيا ويشوف هاد البنيه، ونطلب من الله سبحانه وتعالى الله ينصر سيدنا والله.
هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله يعني تكون تدخلات من طرف المحسنين، من طرف الجمعيات المهتمه، وحتى الاطباء اللي مختصين في زراعه هاد القوقعه. وكما سمعنا يعني الطبيب ديالك راه ما يعني ما خسر معك والو، قال بانه غيساعدك يعني بالخدمه ديالو، ولكن القوقعه كتشريها من خارج يعني ما كايناش عنده في المصحه غتشريها، والثمن ديالها يعني حدوه لك في 11 مليون سنتيم، وهذا هو الشيء اللي صعب الماموريه ديالك. كنتمنوا من الله، نتمنوا يعني صادقين باش المحسنين واصحاب القلوب الرحيمه والجمعيات يعني يتدخلوا ويتواصلوا معك على الرقم الهاتفي ديالك ويساعدوك باش البنيه ديالك ان شاء الله يعد سنه ونصف ملي تبلغ 7 ديال السنوات وتدخل المدرسة، يعني تكون كتسمع وتكون كتكلم وتبدأ الحياة ديالها الدراسية والمسار ديالها. هادشي اللي كنتمناه، ونتمناوك حتى الشفاء العاجل إن شاء الله، لأنك مريض بالقلب كما سمعنا. وفي انتظار ذلك أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.